فمثل ما قلت لكم طلاب انا انا بالنسبه لي حاخذها يعني تو تكست فراح يكون تكست 1 لعمليه ادخال القيم وتكست 2 لعملية إخراج القيم. أوكي. Okay. هسه سويت التصميم المبدئي على الورق، أنا هسه المفروض أسوي خلينا نسميه كتابة الكود لكل واحد. زين من اجي بالنسبه لاول واحد اللي هو الساين بالنسبه للساين طلاب احنا ايش قلنا بالبدايه نكتب وين حنخرج هذا وين هذا هو الاخراج هذا ادخال وهذا ايش هذا اخراج هسه شو راح اسوي اكتب الكود بالنسبه لمن طلاب الاعزاء بالنسبه للساين انا يعني ما دام حخرج اذا حصير تكست to dot text تساوي لنا ساين رمز الدالة افتح قوس القيمة اللي انا دخلتها وين في التكست 1 وان. هسه وين نروح نروح نفس الحالة لكتابة كود الكوساين هو ايضا بما انه حخرج بالتكست 2 حخرج آه سبط الله الأعزاء مشكلة في بعض الأحيان ما تك... أماكن معينة ما يأخذ أوكي تكست أيضا تو دوت تكست شي ساوينا الكوساين أفتح قوس تكست 1 هسه بالنسبة للتان هم نفس الحالة حيكون تكست تو دوت تكست شي ساوينا يساوينا التان text 1 اوكي بالنسبه للراندوم هاي لا شو حيصير حيصير text 2 دوت يساوي لنا فقط ار ان دي حتى فقط يولد القيم العشوائيه بالنسبه هنا هذا تصفير تصفير للتكست 1 وبالنسبة إيش للتكست 2 فشو اجي أكتبها من أجي أكتبها للتصفير يعني أنا لازم يصفر لي التكستات الاثنين بنفس الوقت حيصير تكست 1 دوت تكست شي يساوي لنا 2 كوتيشن و تكست 2 دوت تكست شي يساوي لنا 2 كوتيشن هسه طلاب اوكي ورا ما كتبنا الكود وصممناه، نجي هسه نصمم وين؟ هنا على البرنامج فيجوال بيسك ونجي نكتب الكود لكل واحد من هذه الزوايا، طبعا نجي نكتب مثل ما تعلمنا وهم بس نرجع انه نضغط دبل كليك على كل كوماند من هذه الكوماند ونقوم بعمليه الادخال، فدبل كليك نجي نكتب هنا بالنسبه للساين تكست تو دوت، تكست تو دوت تكست يساوي لنا ساين تكست 1 تعلمنا وين كنا نقدر نروح من هنا واروح على الكوماند 2 فباع راسا يتحول المؤشر للتكست 2 لان احنا قلنا مو الا نروح للتصميم وندوس كوساين على مود اتحول اقدر مباشره من هنا من الكائنات الموجوده عندي اضغط عليه راسا حيحولني الى فنرجع ونكتبها اوكي هسه نجي نطبق اذا مثلا انطيت 78 ايد الساين مالتها هذا الساين اذا ايد الكوساين مالتها هذا اذا اريد التان مالتها هذا اما الراندوم ماله اي دخل بال 78 هو ايش راح يولد لي ارقام عشوائيه لا اكثر ولا اقل من أجل اريد امسح القيم فقط راح اضغط هنا سي مباشره ايش طلاب الاعزاء المساح الرقمين الموجوده بالتكست طلاب هسه راح نحكي على واحد من اهم واصعب بصراحه الامثله الموجوده بهذا الفصل وهو المثال الاخير وهو المطلوب عمل برنامج ثواني طلاب الاعزاء ثانيه خلي برج التقطير هذا هو برج التقطير نجي نقرأ السؤال المطلوب عمل برنامج يقوم بحساب معدل جريان وتراكيز المواد الداخلة إلى برج التقطير لفصل المادتين A و B بالاعتماد على قيم معدلات الجريان وتراكيز المواد الخارجة من أعلى برج التقطير اللي هو المتقطر وأسفل برج التقطير اللي هو المتبقي أوكي طبعا حتى أصمم هذا الشكل الموجود أمامكم احتاج أو أستخدم أستخدم shape وراح أستخدم أيضا line shape واللاين حتى إذا أريد أستخرجها وشون أجي أرسمها فبس يعني في الشيء بسيط ما راح أني أرسمها بشكل كامل فمن نجي على برنامج الفيجوال بيسك ونجي نفتحه فراح نجي هنا بالنسبة بعوسد الشيب ضغطت ضغطة واحدة أجي أرسم هسه هذا هو البرج كملت هسه هذا البرج مثلا حتى هسه اروح على اللاين اسوي هسه الخطوط مالت التوصيلات اوكي اسف راسا متعلم على الاوتو كات بس ينسحب اها ومن ثم ايضا نضغط على اللاين حتى نكمل اوكي الاتجاه سأروح مثلا ارسم الفوق وهكذا ونكمل فراح يظهر لنا هذا الشكل طبعا هنا هذول الشيء يمثلون هاي كل التكست لعمليات الادخال القيم هذا طبعا ليبلات طبعا هنا ايضا عندنا ليبلات ايضا هاي ليبلات لعمليه تصميم الشكل لان انا هنا عندي القيم لان هو بحسن نرجع ايش يقرا انه هو برج التقطير لفصل المادتين A و B A و B بالاعتماد على قيم معدلات التراكيز ايش؟ والمواد الخارجة من الأعلى ومن الأسفل هذه الأعلى وهذه ايش؟ الأسفل اوكي طبعا هنا من نريد نتكلم عنه كقانون وشون نجي نشتغله لازم بالبدايه استخرج قيمة معدل الجريان الكلي اللي هي الإف، خلي هسه نكتب المعادلات حتى اجي فبالبداية راح اقول الإف هي بالأصل شو تساوي لنا؟ دي زائدا البي، اوكي من هي الدي ومن هي البي هاي الدي تبو عليها هذا وهذا ايش هذا البي وعلى اساسها راح اصيغ المعادله الاولى راح اصيغها المعادله الاولى فش راح اصيغ ليبل 4 طبعا نفس الحاله احنا قلنا هنا الليبل على اساس ايش على اساس التصميم اللي انت اشتغلته قيمه تكست 1 اوكي زائدا قيمة تيكس 2 تيكس 4 طبعا ما ننسى تذكرون احنا ليش خلينا هنا كلمة البال اللي هي قيمة الفاليو لكون انه عملية ايش؟ عملية جمع اوكي نكمل هاي بالنسبة اول شغلة استخرجناها هسه حتى استخرج هذه القيم انتبهوا تبوس علي هذه القيم النسب المئويه بالنسبه للـ A راح نستخرجها من خلال ضرب نجي نكتب هسه القانون مالتها طبعا يعني هسه بالنسبه للـ A كمعدلات لازم المفروض انا استخرجها من عمليه ضرب التكست Text1 بمن Text2 ثم هاي القيم راح تنجمع مع حاصل ضرب التكست 4 من مع تكست 5 اوكي ثم الناتج مالتهم راح يقسم راح يقسم على الناتج على حاصل جمع التكست 1 زائد تكست 1 زائد تكست 4 اللي هو طلابي الاعزاء شي يمثل يمثل الاف اللي قبل شويه قلنا عليها ومن ثم راح استخرج هسه ورا ما كملت هسه هذا الحكي الاولي راح شو استخرج راح استخرج الليبل 5 خلينا نشوف ليبل 5 بالنسبه لنا شي يمثل طبعا لازم ندور احنا عليه هسه هنا بالنسبه لنا هذا 1 هذا 2 هذا 3 إيه هنا 4 هذا 5 طبعا احنا بدنا نحكي على ليبل هذه تكست زين هذا ايش؟ هذا 12 هذا من هو؟ هذا 6 هذا هو ليبل 5 هذا الشيء يمثل طلاب الاعزاء هذا ليبل 4 اذا هسه شو حستخرج اني؟ هذا الليبل 5 يعني النسبة المئوية لمن؟ لأي شلون اجي استخرج هاي النسبة المئوية بالنسبة لأي؟ هي عبارة عن تيكست 1 مضروبة في تيكست 2 زائدا تيكست 4 مضروبة في تيكست 5 اوكي اسد القوس مقسوما على يعني ما كيف اسف القيمة حاصل القيمة ما تكست 1 زائدا أيضا القيمة ما تكست 4 اللي قبل شوية حكينا عليها اللي هي تمثل الاف ونفس الطريقة بالنسبة لمن للليبل label 6 اللي هو شي يمثل لي طلاب الأعزاء يمثل لي اللي قيمة النسبة المئوية للبي أوكي خلي نجي ننفذ او يعني هذا الكود اللي هسه عليه كتب طبعا هنا كله نجي ننفذ حندخل هسه قيم يعني كيف دي مثل ما يقولون هي قيم نقول له احسب راح تعطينا المواد الموجوده هنا حسب النسب مالتها طلاب ارجو منكم قراءه المواد السابقه لكي تستطيع ان تفهم ما يحدث في المحاضرات القادمه ارجو منكم التركيز عند القراءه واي سؤال انا موجود وتستطيعون اما عن طريق الكلاس او من خلال برنامج التليجرام أرجو لكم الصحة والعافية أنتم وعوائلكم وإن شاء الله يكون الجميع جميع بخير والسلام عليكم